ازاي يا دكتور احمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. منور بالكرافته والبدله تقبرني. الله يخليك. ايه ده؟ الله يخليك. ايه الرتابه دي؟ الله يبارك فيك. الله يخليك. الله يخليك. طيب استنى، صلي على النبي صلي على النبي. شايف هذا؟ طيب شو اسوي فيه؟ والله بس بنزله هون. اسوي ايش فيه؟ يعني انت دلوقتي المشكله اللي عندك الكرش، صح كده؟ الكرش والصدر. والله بص، هو في البدايه لابد ان احنا نعرف ما هو سبب ظهور الكرش اللي عندنا. يعني دكتور احمد، ازاي اعرف سبب ظهور الكرش اللي عندي دي؟ ممكن يكون لا قدر الله عندنا مشاكل في الكبد. اي مشاكل؟ اتفضل دكتور احكي. يعني انت بتقول بروح الجيم، بتلعب رياضه، بتشرب ميه كتير؟ ايوه بتشرب ميه كتير. لا مش كتير، بس في الجيم، بس بالجيم انا بشرب ميه كتير. الكرش ده موجود حد عند الناس اللي في العيله برضو، ولا انت عندك انت فقط، ولا هو ظهر لك في فتره اخيره لسه متجوز مثلا؟ لا والله، هي عشان باكل وبنام. يعني بحب اكل وانام. الله وكيلك. يعني انت شايف ان السبب الرئيسي للكرش اللي بدا يظهر ليك في النهايه ده ان انت بتبقى جاي من الشغل تعبان او ايا كان، تيجي تلاقي بالظبط نعم تاكل ومش قادر تاخد نفسك وبتنام بشكل مباشر، صح كده؟ بالظبط. طب انا اقول لك على نصيحه، او انت هقول لك على نصيحه، يعني هي اعتقد يعني هديه، انا اقول عليها هديه، لان بالفعل كنتيجه للحالات اللي كانت موجوده في العيادات مثلا، والناس اللي كان عندها كرش وما فيش سبب مرض للكرش اللي موجود عندهم، لما مشوا على النصيحه دي من اول اسبوع بيلاقوا نتائج فوريه، نتائج جهنميه. ايه هي النصيحه دي؟ اول ما نصحى من النوم قبل ما نعمل اي حاجه هنشرب 4 كوبايات ميه دافيه على الريق. اول ما نصحى من النوم قبل ما نعمل اي حاجه، قبل ما نتوضى، قبل ما نصلي، بشرب مظبوط مي فاتره، بشرب كاسه مي فاتره كل يوم الصبح. بقول 4 كاسات حجم الكاسه 160 ملي. 4 كاسات حجم الكاسه 160 ملي، يعني بنقول تقريبا اكتر من النص لتر، حاجه بسيطه 700 ملي. اوكي، ده كده اول النصيحه دي لسه لم تكتمل، بعد 30% من النصيحه. النص الثاني من النصيحه بتاعتنا ان انا بنتظر بعد ما اشرب ال4 كوبايات ميه دافيه، بنتظر 45 دقيقه، وبعد بنتظر 45 دقيقه مش بحط اي حاجه في بقي، ولا باكل ولا بشرب، يعني بحط بلاستر فقط على بقي علشان ما اكلش اي حاجه. بعد ال 45 دقيقه باخد وجبه الفطار بتاعتي. بعد 45 دقيقه باخد وجبه الفطار بتاعتي. ممنوع شرب الميه. هناك حاجات بقى علشان ما تخليش الكرش يظهر عندنا او يزيد، بنقول هناك طريقه لشرب الميه، بنقول ممنوع شرب الميه اثناء الوجبه او بعد الوجبه مباشره. شرب الميه يكون زي ما قلنا كده قبل الوجبه 45 دقيقه ديت، لو احنا مثلا وليكن بنتكلم في بدايه النهار، وبرده يعني على الاقل نص ساعه او 45 دقيقه لو هي في بدايه النهار، وبنقول او بعد الوجبه ب 40 دقيقه حد ادنى، وكل ما تزود يكون اكتر. ده كده تشوف النصيحه دي بس فقط بشرب الميه. ثاني حاجه، شوف الحاجات اللي انت بتعملها، بتقول انا باكل وبنام. لا خلاص، طب انا بعمل حسابي ان انا يعني على الاقل يبقى في ساعه مثلا وليكن قبل النوم، ساعه ونص، ساعتين، يفضل ساعتين قبل النوم. لكن ما قدرتش خلي فيه براح، يعني كل وبعد كده قوم اتحرك في المكان اللي انت موجود، اشغل نفسك بحاجه معينه علشان تبقى دافعه قويه جدا ان انت ما تنامش، لان انت طول ما انت قاعد ما بتعملش اي حاجه ولسه واكل تلقائيا هتنام.